أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر اليوم الاثنين 27 من شهر مايو، اليوم 34 بعد 200 للعدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا على قطاع غزة. وهذا العدوان يبدو يعني يفيض إجراما على دول مجاورة، طال لبنان وطال اليوم مصر. سنأتي على كل حال على مصر بعد في الساعة الثانية، ولكن نبدأ بغزة في ساعتنا الأولى. غزة في اليوم 234 للعدوان، مزر مروع البارحة في رفح جراء قصف همجي إجرامي صهيوني نازي يحصد أرواح العشرات من النازحين. يعني محتل يذكر بالفعل بأكبر الكيانات الإرهابية في العالم اللي ممكن تتصورها في عقلك، هو هذا الكيان الصهيوني. إدانات عربية واسعة، لا ندري ماذا بعد الإدانة. العرب هل يستطيعون شيء بعد الإدانة؟ لا أحد يتصور. كريم خان يتهم الاحتلال بفرض عقاب جماعي، وبوريل يتحدث عن ضرورة تنفيذ قرار الجنائية والعدل الدولية بحق إسرائيل. كيف تمعتم هذه الجريمة الأخيرة في رفح؟ وهذه الجريمة تأتي طبعا بعد قرار العدل الدولية. وما هو التحرك الدولي المطلوب؟ وإذا شئتم أيضا العربي، إذا كان هناك إمكانية أن يصدر قرار أو خطوة عربية ولو متأخرة. الساعة الثانية كما قلنا سنخصصها لمصر وكيان الاحتلال. استشهاد جندي مصري كان يحرس المحروسة قتل في إطلاق للنار مع جنود الاحتلال عند معبر رفح. السؤال بداهة، كيف سيتصرف النظام المصري والشعب المصري بعد هذه الجريمة؟ هل نرى غضبا مصريا رسميا يرتقي إلى مستوى مسؤوليات القاهرة تجاه شعبها وإخوانها في غزة، يتساءل كثيرون، أم سيجري تهميش الجريمة ودفنها والالتفاف على مطالب الشارع المصري بضرورة إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد وقطع العلاقات مع هذا الاحتلال الإجرامي والنازي؟ سنعود على كل حال لهذا الموضوع كما قلنا في الساعة الثانية، ولكن دعونا نبدأ كالعادة من غزة وجراحاتها التي لا تتوقف، مذبحة ومحرقة جديدة في رفح. ما المطلوب الآن من هذا المجتمع الدولي؟ أهلا بكم. غزة، قصف صهيوني متواصل لليوم 34 بعد 200، ومجزرة في رفح جراء قصف همجي وإجرامي يحصد أرواح العشرات من النازحين. فقد شن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس غارات جوية استهدفت خيام النازحين الفلسطينيين قرب مقر الأمم المتحدة بمدينة رفح، ما أدى إلى سقوط 45 شهيداً على الأقل وعشرات الجرحى. أشار شهود عيان إلى أن القصف أدى إلى تدمير وإحراق عدد كبير من الخيام في المخيم، وهو لا يقع ضمن المنطقة التي طالب جيش الاحتلال أصلاً بإخلائها في مدينة رفح ويقيم بها آلاف النازحين. في ردود الفعل أدانت دول عربية ومنظمات وهيئات دولية القصف الإسرائيلي الذي استهدف تجمعاً لخيام النازحين الفلسطينيين في رفح، ما أدى وفقاً للدفاع المدني الفلسطيني إلى استشهاد ما لا يقل كما قلنا عن 45 شخصاً وإصابة 65 آخرين، وهو ما سبق أن حذرت منه العديد من الدول والهيئات قبل مباشرة جيش الاحتلال لعدوانه على رفح جنوب القطاع في بداية الشهر الجاري. تعليقاً على المجزرة، أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح
وذلك قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية في بروكسل. من جهتها قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز أن قصف إسرائيل لمخيم النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يعد تحدا صارخ للقانون والنظام الدوليين، وأضافت أن الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية، ويجب فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معها. كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اتهم أمس إسرائيل بفرض عقاب جماعي على غزة، مؤكدا أنه لا أحد لديه رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وقال خان في تصريح لصحيفة ساندي تايمز البريطانية إنه في عالم يزداد استقطابا علينا أن نؤكد أن كل طفل وامرأة ومدني له قيمة متساوية، وإذا لم نفعل ذلك فما هي الفائدة؟ والكلام لكريم خان. ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم، ومن المقرر أن يناقشوا الحربين الجاريتين في كل من أوكرانيا وهذا العدوان الجاري على قطاع غزة. في تصريح قبيل الاجتماع في بروكسل أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون أنه إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية فيجب على دول الاتحاد اتخاذ رد موحد وحاسم، بما في ذلك فرض عقوبات. بدوره قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإيرلندي والنرويجي إنه سيطلب من الدول الأعضاء في الأخرى في الاتحاد الأوروبي إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها. من جهتها شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على وقف هجماتها أو هجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة ملزم ويتعين احترامه واحترام هذا القرار. طبعا هي قالت يحث أو مجرد الحث كما تقول الوزيرة الألمانية، بس لكن القرار الحقيقة يأمر إسرائيل وليس يحثها. ماذا يستطيع المجتمع الدولي أن يفعل أمام هذا الإرهاب الصهيوني المنفلت؟ ومتى تفرض قرارات العدل الدولية ويفرض وقف الجرائم والإرهاب الصهيوني؟ وإذا شئتم أن تضيفوا سؤال على زعمائكم العرب من ملوك ورؤساء وسلاطين وأولياء عهد، ماذا بإمكانهم أن يفعلوا وإن كان الحقيقة شأنهم ضعيف وقليل ومتواضع، وهذا ظهر في قمتهم الأخيرة. طيب أعود للجمهور بعد قليل للتعليق على محرقة رفح وهذه آخر جرائم هذا الاحتلال المتواصلة لأكثر من 8 أشهر. نرحب في البداية بضيف حلقتنا، ينضم إلينا الدكتور فرانسوا دوروش رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود من باريس. دكتور دوروش مساء الخير، نود أن نعلم أو نعرف الآن الموقف الدولي من هذا الإرهاب الصهيوني الذي أقل ما يصف بأنه منفلت فعلا ولا يتقيد لا بقانون دولي ولا بأخلاقيات حروب رغم قرار العدل الدولي الأخير. السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. طبعا القانون الدولي الآن يعتبر ما وقع البارحة في رفح هو جريمة حرب، جريمة مكتملة الأركان، فالاعتداء على المدنيين كما تعلمون بما فيهم الأطفال شيء مجرم ومحرم وفق اتفاقية جنيف والبروتوكولات المكملة لها. نستطيع أن نقول الذي حصل البارحة في رفح هو جريمة إبادة، هي مجزرة، هي محرقة، لأن الناس حرقوا. ونحن يعني ندين بهذه هذه جريمة استهدفت المدنيين النازحين التي وقعت كذلك يعني في المساء
ويعتبر كذلك هذا كما قلت لكم انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة إبادة جديدة ترتكبها إسرائيل وهي قائمة الأركان. المدنيون النازحون الآن من سكان غزة الذين أجبروا على مغادرة منازلهم نتيجة العدوان والاضطهاد الإسرائيلي يتمتعون خاصة بموجب القانون الدولي، حيث تحظر يعني اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية بشكل قاطع على أن أي هجمات ضد المدنيين بما في ذلك النازحين، وتعتبر هذه الأفعال انتهاكا خطيرا لقرار محكمة العدل الدولية الذي الصادر قبل 3 أيام، والذي دعا إسرائيل بشكل واضح وصريح إلى وقف أعمالها العسكرية في رفح. ونستطيع أن نقول أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في رفح يعني بقصف خيام النازحين في المناطق التي ادعى أنها آمنة، وكان بشكل من خبث قال يعني طلب من النازحين اللجوء إليها ويعني دمرهم بعد ذلك. طيب هذه المجزرة الجديدة دكتور دوروش، يعني على الأقل 45 شهيد أحرقوا ويعني تفحمت أجسادهم في مخيم للنازحين وأمام مقربة من مقر الأمم المتحدة. كيف يسمح المجتمع الدولي أخلاقيا وقانونيا بأن مثل هذه الجرائم يمكن أن تمر؟ المجتمع الدولي لم يسمح لإسرائيل، ولكن أصبح الآن متجاوزا ويعني ولا يستطيع كبح إرادة الاحتلال الإسرائيلي، لأنه تساهل معها وبرر لها جرائمها في البداية، وإن بدا أنه غير يعني لهجته اتجاه إسرائيل، لكنه يعني يبقى عميلا وظل حاجزا عن اتخاذ قرارات وإجراءات عملية. الحقيقة من يتابع المواقف الأوروبية، وإحنا هنا نتحدث على الموقف الدولي إجمالا وأوروبا جزء فاعل في هذا المجتمع الدولي، اللي تابع المواقف الأوروبية يلحظ امتعاض وإدانة لهذه المذبحة بالذات الأخيرة في رفح. نتحدث عن موقف جوزيف بوريل، وزراء خارجية إسبانيا وألمانيا وسلوفينيا وغيرهم. طيب لكن ما المطلوب بعد هذا الامتعاض وهذه الإدانة الآن؟ المواقف الأوروبية الآن هي غير موحدة. تعرفون أن موقف جوزيف بوريل يبدو متقدما كثيرا على موقف مثلا عدد كبير من الدول الأوروبية مثل إيطاليا، مثل ألمانيا، ومثل فرنسا. وصراحة ليست المواقف التي تنقص الآن، ولكن هي الأفعال. ينبغي على الاتحاد الأوروبي، على هذه الدول الأوروبية وباقي الدول الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول الأوروبية، أن تتخذ قرارات حازمة ضد إسرائيل. نعم. طيب وهذا الحزم الحقيقة هو المطلوب فلسطينيا وعربيا وحتى دوليا، هل نتوقع حزم في الأيام القليلة المقبلة مع هذا المحتل من قبيل فرض عقوبات لإجبار طبعا الالتزام بقرار العدل الدولي الأخير؟ يعني إذا مر الآن قرار محكمة العدل أمام مجلس الأمن دون فيتو أمريكي، هذا الذي نرجوه، فإن الأمم المتحدة ستكون مضطرة يستعمال سواء الفصل السادس أو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بمعنى أن تطبيق العقوبات أو استعمال القوة، الفصل السادس هو تطبيق العقوبات، الفصل السابع هو استعمال القوة، وإن كان استعمال الفصل السابع يبقى على ما أظن مستحيلا على اعتبار لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الأوروبية ستقبل باستعمال القوة ضد إسرائيل لإنفاذ قرارات يعني تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. وهنا يطرح السؤال التالي دكتور دوروش، هو
مستقبل هذه المؤسسات الدولية برمتها ومستقبل القانون الدولي؟ يعني كيف ترون تأثير هذا الإرهاب الصهيوني على سمعة هذه المؤسسات ومستقبلها أصلاً ما لم يتخذ إجراءات رادعة وفاعلة فعلاً حتى يشعر العالم بأنه لا أحد فوق القانون؟ طبعاً المؤسسات الدولية الآن في موقف حرج لأنها عاجزة على تنفيذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعني نرى أنها تتناقض في أنها في تناقض كبير بين ما اتخذته من قرارات في الصراع الأوكراني الروسي وبين ما ترتكبه إسرائيل الآن من فظاعة وجرائم، وهي كما تعلمون هي ازدواجية المعايير، أصبحت لاصقة في أي توصيف يمكن إعطاؤه للموقف الأوروبي والغربي عموما. أختم معك دكتور دوروش بربما الطريقة التي تراها ممكنة أو لا أدري أنا مثلى لإجبار إسرائيل على التقيد بالقرارات الدولية. أمامنا طبعا مشاهد كثيرة الحقيقة من استخدام القوة، وأنت أشرت منذ قليل ربما استخدام القوة ضد إسرائيل غير وارد، استخدمت القوة ضد يوغوسلافيا السابقة، استخدمت القوة ضد العراق، استخدمت القوة في أماكن أخرى، وكلها بحجة يعني تجاوزات أو جرائم أو امتلاك أسلحة محظورة هنا وهناك. ما فعله المحتل الصهيوني يرتقي إلى كل هذا وأكثر، فلماذا لا تستخدم القوة ضد المحتل الإسرائيلي؟ أعتقد أننا أجبنا على هذا السؤال قبل قليل عندما قلت لكم أنه على مجلس الأمن أن يلجأ إلى استعمال إما الفصل السادس وهو العقوبات أو الفصل السابع القوة من ميثاق الأمم المتحدة، ونستطيع نحن نعترف وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة دكتور. لم تسمح له ولن تسمح به الولايات المتحدة، يمكن العقوبات ولكن استعمال القوة ضد إسرائيل هذا الأمر يعني لا أعرف، ولكن طبعا هذه ازدواجية المعايير، يعني نعتبر أن استهداف المدنيين النازحين هو جريمة بشعة تتطلب تحركا فوريا وحاسما من المجتمع الدولي، ولا يمكن أن نسمح بمرورها دون عقاب. على المجتمع الدولي أن يعاقب إسرائيل، ونحن نطالب بإجراء تحقيق دولي تحت إشراف مثلا الجنائية الدولية لتحديد الجنات وتقديمهم مثلا للعدالة بموجب القانون الدولي، ونناشد كذلك المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي لتكثيف جهود الإغاثة وتقديم المساعدة العاجلة للنازحين المتضررين والذين الآن يعيشون يعني في حالة محرجة جدا بالنسبة للإنسانية جمعاء. الدكتور فرانسوا دوروش رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود كنت معنا من باريس، أشكرك جزيل الشكر. الحقيقة كلما انتقل الفلسطينيون إلى مكان إلا وجاءتهم الحمم والصواريخ الصهيونية وهذا الحقد والبغض وهذه النازية المفرطة في الإجرام، فلا يدري الفلسطينيون لأي مكان يفرون. الحقيقة سفيان من تونس مساء الخير. أخ صالح يا أهلا بك. والله أخ صالح احنا بعد العملية البطلة والعملية معناها المعجزة اللي صارت يعني عليها أبو عبيدة كنا ننتظر الانتقام، يعني انتقام الجبهة احنا كنا ننتظره، معناها بعد كل عملية المقاومة وعملية جريئة وقوية كان الانتقام من المدنيين، لكن الانتقام مرة هذه معناها فاق الحدود في شكله وفي مضمونه. احنا كنا نتصوروا انه حتى العالم هذا العالم الجبان والمتواطئ مع المحتل عطاه معناها رقعة ما تتجاوز بعض الكيلومترات للاجئين باش على أقصى أقل حاجة يحافظوا على الحياة في ظروف معناها سيئة وما تليقش بالبشر، ولكن رغم ذلك استهدفهم أخ صالح. هو يستهدف في المدنيين معناها بكل وقاحة وبكل وضارب على عرض الحائط كل القوانين الدولية وكل على خاطر يعرف ما فماش ردة فعل. وزدنا تأكدنا اليوم أنت أخ صالح ديما تقول لنا ابعدوا على معناها مصر ولا ولكن أخ صالح حق تشوف اليوم تم معناها استهداف ولا يعيطوا لهم عناصر حماية الحدود، ما عادش الجيش المصري.
اليوم. طبعا على كل حال الموضوع المصري سفيان نتركه للساعة الثانية حتى نترك لجمهورنا أيضا حرية المداخلة والمشاركة. شكرا لك. نود أن نركز على هذه المذبحة في رفح وهذا الإجرام الصهيوني المنفلت وهذا المجتمع الدولي بما فيه أنظمة عربية بعضها نائم وبعضها شبه نائم. ماذا بإمكان المجتمع الدولي أن يفعل بعد هذه الجرائم الأشكال وألوان الحقيقة؟ أحمد مساء الخير. يا أهلا بك يا أخي الكريم. الصهاينة هذا دأبهم وهذا ديدانهم، هم قتلة المجرمون، هم الصهاينة يتعبدون الله بسفك الدماء في نظرهم في دينهم المحرف، ولكن المصيبة لا تكمن فيهم بل المصيبة تكمن فينا نحن الشعوب العربية. أنا لا أقول الحكام ولكن أقول الشعوب. ماذا تنتظر هذه الشعوب؟ بالله عليك ماذا تنتظر؟ تخرج تشأر في الشوارع، على الأقل تطالب بتطبيق العدالة، عدالة المحاكم الدولية، على الأقل الآن في أيادينا نقاط قوة، على الأقل معنا دول سحبت سفراءها، ودول حتى المستشار الألماني الذي كان تواطأ مع الصهاينة صاحب على صوته قال ما تفعله إسرائيل يفوق الخيال، ما تفعله إسرائيل جرائم لا حد لها. لماذا شعوبنا صامتة؟ لماذا هذه الشعوب؟ الحكام المتواطئون، الحكام اشتروا الكراسي من الصهاينة ومن الأمريكان، فهم يعبدون الصهاينة ويخافون الصهاينة وأمريكا أكثر مما يخافون الله. ماذا ينتظر شعبنا العربي؟ ماذا ينتظر الطلبة في الجامعات؟ ماذا ينتظر المهندسون والطبقات المتعلمة؟ الصهاينة يقتلون القتيل ويجهزون عليه يجرحون الجريح ويجهزون عليه في المستشفى، يقتلون الصوت الذي يقتل. كم قتلوا من صحفي، كم قتلوا من طبيب، كم قتلوا من مهندس، كم قتلوا من امرأة، كم قتلوا من شيخ. هل نحن ننتظر من الصهاينة أن ينتهوا، أن يشبعوا من الدم الفلسطيني؟ والله لن يشبعوا، والله إن لم نقوم قومة رجل واحد تشل كل القطاعات في أوطاننا. إن كان بقي فينا دم من إنسانية، لا أقول عروبة فالعروبة أبعد، ولا أقول من الإسلام فالإسلام بريء منا ومن أفعالنا وأقوالنا. شكرا لك أحمد من إسبانيا. محمد مساء الخير. محمد يبدو غادر، محمد يبدو غادرنا. طيب نأخذ بعض المشاركات عن طريق الواتساب. آدم من الجزائر يقول مصر أم الدنيا أصبحت أم لا شيء، هكذا يقول آدم. المتحدث باسم الجيش المصري يقول استشهاد أحد العناصر، ثم يطرح أو يضع آدم من الجزائر أحد العناصر وأمامها نقطة استفهام. ماذا تقول على من تطاردهم من تجار المخدرات أو المجرمين مثلا؟ المفاجأة أنك تناديهم أيضا بالعناصر، من المذل والمخجل والدافع للجنون والموت قهرا أن هذا النظام الخانع الخائن يتعامل مع صفوفه الأولى بمقدمة الدفاع عن الأرض بهذه الصفة والصيغة والنظرة كأنه يعاقب المجند الشهيد بتجهيله. والكلام طبعا لآدم من الجزائر. نور الهدى، أحيانا يكون ضعيف الواتساب أمامي. نور الهدى من الجزائر تقول ما حدث بالأمس هي محرقة وليست مجزرة فقط أمام أعين العالم، واليوم تم استشهاد جندي مصري برصاص الاحتلال المجرم في زمن هذا المجرم الذي يحكم مصر. يا جماعة صوبوا، لما تكون جريمة صوب على المعتدي على المجرم، مش تدخل لي المسائل في بعضها. يخليك ذكي حتى في التعليق، حتى في التعليق خليك ذكي. يعني أنت لما تخلط بين المصري والصهيوني ماذا بقي من تجريم لهذا المجرم المحتل؟ الضحية هو شقيقة جندي مصري والمجرم هو جندي الاحتلال. يا أخي ما في ملكة أيضا، في حكمة في التعليق. نعم بإمكانك تنتقد النظام المصري كما تشاء، ولكن اليوم خليك مركز على المجرم، خليك ذكي وكررها للمرة المليون. عندما تضيع الطاسة أنت الآن تخلط بين النظام المصري وإسرائيل، شو ربحنا؟ شو الخلاصة اللي طلعنا بها؟ الله أكبر. أبو صهيب مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بك صالح. كل المؤشرات وكل الأدلة والقرائن تبين بأن هذا الصهيوني، هذا النظام المجرم الصهيوني لا يكسري ولا له رضع على مستوى الهيئات الرسمية الدولية أو غيرها. لماذا؟ لأن هذا الكيان الصهيوني قد اخترق هذه الهيئات منذ ذلك اليوم، أصبحت له الحصانة الدولية
في القتل والتشريد وما يفعل الآن. وإذا ذهبنا إلى هذه النظرة الجزئية التي تصدر من النظام المصري الخائن، أنا أسميها الخائن، لماذا صالح؟ انظر، الحدود بين مصر وغزة لا تتعدى ولو خطوة. هذا الإجرام الذي بدأ من ذلك اليوم، أليس فيهم رجل رشيد؟ أليس فيهم من له نخوة أو له جزئية إحساسية، له مشاعر؟ لماذا هذا الصمت؟ ولماذا هذا العجز؟ ولماذا هذا المبالاة في الدماء التي سالت؟ إذا ذهبنا إلى انصح التعبير الأمن القومي، ليس على حساب الثكالة وليس على حساب إخواننا وأهالينا في غزة، هذه شعارات جوفاء. إذا ذهبنا للدبلوماسية الحقيقية لابد أن تكون لها جدوى وأن تكون لها فاعلية. جميل. ليس أن يخرج علينا وزير الخارجية المصري ويتكلم على المعاهدات ويتكلم على الأشياء. شكرا لك أبو صهيب، أشكرك أبو صهيب. يا جماعة اللي بده يتعلق على مصر، مصر موضوعها في الساعة الثانية. أحمد من فرنسا، يا جماعة عندك مجزرة في رفح 45 شهيد، الواحد مش قادر يركب جملتين على مجزرة بهذا الحجم. تفضل يا أحمد، تفضل. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام أخي صالح. أنت يراك مقلق، سي نورمال، غزة وإحنا ثاني مقلقين كيفك، ولكن أنت يراك تهدر وتفرغ قلبك، خلينا حنا نفرغوا قلبنا، رحنا محروقين أخي صالح. تفضل. وكاين واحد الملاحظة، الإنسان واحد يكون يتعلم ما يعرفش اللغة العربية ولا ما تقولهاش كلام الشوارع، خلينا يشارك الشوارع وكلش، ما رحناش قاعد دكاترة يا أخي صالح. لا لا تفضل، ولكن في موضوع الحلقة، في موضوع الحلقة تفضل، على راح على على الراس والعين كما يقال. تفضل. احنا يا أخي صالح، هذا الكيان صهيوني والله ما زال يفعل أكثر من هذا، هو راه عنده في راسه الإبادة، ما يقعد حتى غزة فوق الأرض. لماذا يا أخي صالح؟ كل كلمة وين دخلت تقول لي أنت جزائرك، ماشي خليني عربي مسلم، ما تشيل جزائري ولا خليني كيما هكا. أنا أقول للدول المطبعة، لو كان تكون فيكم ذرة كما أنا يا عبد بسيط ولا كما صالح الصحابي، قطع العلاقات يا أخي صالح، قطع العلاقات تاع الدول المطبعة. أما في هذا في خارج هذه الدول الغربية، أنا مفروغ منها، هذو أعداء يا أخي. كيفاش أنت يا قلبك ميت، أنا نبكي ولادي يبكوا، كيفاش هذا ذوق هذا السيسي ملك المغرب والأردن، أين هذا القلوب يا أخي صالح؟ والله العلي العظيم، وما هذا الدول المطبعة يكون عليهم درك ويكون عليهم يعني كمان شعب حال، والله هذا الكيان مازال، لو كان جبت هذا الدول المطبعة عليهم علاش ما يدير. وكاين حاجة ملاحظة أخرى يا أخي صالح، والله العلي العظيم، أنا كجزائر وأفتخر بكل بالجزائرية تاعي، لماذا هذا الجزائريين ولو حتى كلمة من المعارضين يعنيك بارتكو هذا المخزن يوقف مع المعارضين، هما كلمة واحدة ما يقولهاش على هذا المخزن. أبرك أنا أخي صالح، أنا ضد هذا النظام، ولكن والله كي نشوف كيان صهيوني كيما هذا كيما جاري وكيما الأردن وهذا، نقولها بكل صراحة، راهم معاونين الصهاينة في ذا الوقت، أجبدوا منهم، وهذه هي الصراحة. شكرا لك، السلام عليكم، واسمح لي يا أخي صالح راني شوي مقلق. شكرا لك أحمد من فرنسا، أشكرك. سميحة من تونس تقول مجزرة صهيونية جديدة على بعد أمتار من الحدود المصرية يقابلها النظام المصري صاحب مقولة مسافة السكة كالعادة بالصمت والخذلان، وربما لا نبالغ إذا قلنا بعين الشماتة. في المقابل نراه يهرع للمساعدة في إطفاء حرائق صيف 2019 في قلب إسرائيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في من ساهم في إبادة أهل غزة بصمته وخذلانه. والكلام لسميحة من تونس. صوفيا من ألمانيا تقول مجزرة رفح جاءت انتقاما للأسرى الجدد وتحديدا لقرار محكمة الجنايات ولكريم خان الذي قام بضربة استباقية وتحدث عن تهديد دولة الاحتلال لها، رغم أنه هرع أو هدر الدموع أنهارا في 7 أكتوبر تعاطفا مع هذا المحتل المجرم قاتل الأطفال والنساء. أم هيثم تقول المحتل يزيد من إجرامه ويستغل صمت العالم المنافق والخذلان العربي المقرف، وخاصة المطبعين الذين دفعوا له 12
دولار للقضاء على المقاومة، لا أدري ماذا منين جبتها الـ 12 دولار هذه، وهو بذلك يهددهم بأنهم إذا تدخلوا فسيفضحهم على رؤوس الأشهاد، والكلام لأم هيثم. محمود مساء الخير. مرحبا أستاذي الأزرق. يا هلا بك. أولا أي حكومة تعطي سلاح وذخيرة إلى الكيان الصهيوني فهي مشاركة في هذه المحرقة. يا أستاذي الأزرق، نزل على رفح 7 قنابل على خيام، يعني قماش فقط لا غير، ما فيش فيه مباني، كله خيام، والقطر التدميري كان كبير جدا، يعني من قوة القنابل أصبحت الجثث بلا رؤوس، أصبح أطفال بلا رؤوس، يعني زي ما قالوا أول يوم في 7 من أكتوبر في عندنا أطفال بيلاروس، امبارح تم توثيق حالات أطفال بيلاروس، أطفال محروقين، أطفال لا يتعدى عمرهم 1 شهر. ولكن أنا أقول لماذا تجرأ بنيامين نتنياهو وجيشه على احتلال والجلوس في معبر رفح الآن 3 أسابيع، وكيف يتجرأ ويقصف مخيم بعد صدور قرار من محكمة العدل الدولية بالانسحاب من رفح وبالانسحاب من المعبر وفتحه للممرات الإنسانية؟ هذا في يعني في شيء غير طبيعي يا أستاذ الأزرق، في تواطؤ عربي معروف أمام العالم كله، تواطؤ مصري صهيوني، تواطؤ أردني صهيوني، يريدون تسليم المعبر إلى السلطة الوطنية، يريدون تسليم المعبر وكسر يد حماس، كسر يد المقاومة، هذا هو الموجود في الآن. تيجي على أرواح الأبرياء، نعم في أرواح أبرياء، لماذا لا تقف مصر وتقول اتفاقياتكم لا تسمح بوجود مدرعات في معبر رفح؟ لماذا لا تقف مصر وتقول الانسحاب الكامل من رفح نظرا لاتفاقية 2005؟ لماذا لا تقول مصر لا يجب أن يكون موجود أكثر من 2000 مجند إسرائيلي في المنطقة، مش 4 علوية هناك وفرقتين؟ يا أستاذ الأزرق في تواطؤ كبير، ولكن دم الأطفال هذولة والمذبحة هذه، صحيح المحرقة هي لم تقوم بها هتلر، هتلر لم يقوم بضرب مخيم أو معسكر كامب في المسجونين فيه اليهود، هذا اللي بيقوم فيه الناس الجديد بنيامين نتنياهو وبايدن، هو أكبر ما عمله هتلر في المحرقة، وفي غزة أكبر محرقة في العالم. وصدقني يا أستاذ الأزرق، طب هل يعني تتوقع محمود، هل تتوقع في الأيام القادمة أن يتحرك هذا المجتمع الدولي رغم انحيازه طبعا و وصمته طيلة الشهور الماضية، هل يتحرك الآن بعد هذه الدماء الغزيرة التي سالت؟ يا أخي في قرار من محكمة العدل الدولية بأنه ما يكونش فيه شيء في رفح، وأنه ينسحبه وأنه يطلع من معبر رفح، لكن مصر لا تريد، مصر تريد تسليم معبر رفح للسلطة، ولذلك هذه على حساب دم الشعب الفلسطيني. شكرا لك محمود من بريطانيا، أشكرك. طبعا لمن يود التعليق على موضوع مصر رجاء يتصل في الساعة الثانية، الساعة الأولى كما قلنا نخصصها لرفح وهذه المجزرة المروعة في 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 ضد خيام النازحين. دعونا نتابع قبل أن نسترسل في استقبال المداخلات، نتابع هذه المشاهد لمن فاتته، بعض المشاهد أقول وليس كلها، وقمنا بإخفاء معالم الجثث المتفحمة لأن الإعلام هذا يفرض علينا هذا الالتزام الحقيقة الأخلاقي والإنساني. مشاهد إذن من منظرة رفح والنيران المشتعلة في الخيام، نتابع. اشتعلت فيها النيران كما تلاحظون، وهناك عدد من المواطنين في هذا المكان، عدد من المواطنين ما زالوا عالقين داخل هذه الخيام التي استهدفتها طائرات الاحتلال دون سابق إنذار. كما تلاحظون هذه المنطقة التي ادعى الاحتلال الصهيوني بأنها آمنة، لم تصبح هذه المنطقة آمنة بعد استهدافه لعدة خيام في هذه المنطقة. واحد بيسيح ورا قاعد. هذه هي الصورة وهذا هو المشهد من خلف مراكزات الوكالة في حي تل السلطان، هذه المنطقة التي ادعت إسرائيل بأنها آمنة، حيث استهدفت طائراتها مخيما للنازحين يأوي عدد من المواطنين الذين تحترق جثمانهم تحت هذه النيران المشتعلة في هذا المكان. كما تلاحظون
تجري أعمال بحث من قبل رجال الدفاع المدني، وأيضا على تعمل على إخماد هذا الحريق الهائل الذي شب بهذا المخيم. كما تلاحظون هناك صعوبة في استخراج الجثامين واستخراج المواطنين من تحت هذه النيران بسبب كثافتها، وأيضا يعني اشتعال النيران. إلا بالله يا شباب، يا عم سيب من التصوير. يا الله يا الله. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. شيلوا معايا يا عم، شيلوا يا عم. يا الله، خرجوا عالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. خرجوا عالم، خرجوا عالم. من هذا؟ هذه هي الصورة مشاهدينا الكرام، كما تلاحظون هذا المخيم، مخيم النازحين الذي استهدفته إسرائيل دون سابق إنذار. هناك عدد من المواطنين تحترق جثامينهم تحت هذه النيران كما تلاحظون في هذه الصور في هذا المكان. طبعا اللي تابع المشاهد مباشرة الحقيقة بشكل دون إخفاء يصاب ليس فقط بصدمة، يشعر بأنه هذا المحتل المجرم والله العظيم هو أستاذ للنازية، أستاذ للنازية. سعيد من أمريكا، مساء الخير سعيد. السلام عليكم. وعليك السلام أخي صالح، حياك الله. يا أهلا بك. أنا سعيد من أمريكا. أهلا وسهلا أخي صالح. بالله عليك، الله يبارك لك، يعني عندي تقريبا 3 أشهر أحاول أتصل ولا أستطيع، فمن رجاء في الإخوة الكنترول الناس اللي يتصلوا جداد يعطوهم الفرصة قليلا بس. ولا نرجع للموضوع يا أخي صالح. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن أنا عندي ضد فكرتك أنت أخي صالح، قبل ما قلت للأخت اللي كتبت قلت لها صوبي نحو الهدف. ألا تذكر يا أخي صالح وأنت أعلم مني تعرف، تذكر أنه أبا بكر لما أول في أول الإسلام أما عمر الملهم قال له نترك الناس هذا من ارتدوا، قال والله لو منعوني عقال بعير. المشكلة الأساسية يا أخي صالح هي منا نحن، من نظمنا المتواطئة مع العدو. فكيف أنت يعني إحنا كيف نترك لا عزيزي سعيد، مع كل الاحترام طبعا للمثال الذي أوردته، ولكن لكل مقام مقال عزيزي. هذا سياق وذاك سياق. دعنا نبقى في موضوعنا حتى لا نخلط الأمور، لأنه الليلة هذا المحتل المجرم هو الذي قتل الجندي المصري وهو الذي ارتكب هذه المجزرة في رفح، وبالتالي علينا أن نصوب السهام في الاتجاه الصحيح. الآن نركز على المحرقة، 45 شهيد والعالم يتابع، وين هذا المجتمع الدولي؟ تفضل. ماذا يا أخي صالح، ماذا تنتظر من يومين؟ من هنا من يومين في كونغرسمان هنا في أمريكا ماذا قال؟ قال نحن ضربنا هيروشيما بالنيكليير، يعني بالسلاح النووي. يعني بطريقة أخرى يقول لو إسرائيل استعملت السلاح النووي ما يتحرك هذا العالم، ما ندب لك إلا ظفرك يا أخي صالح. فكيف نحن نتفرج عليهم كل يوم واللوم ونحن اللوم الكبير؟ طيب ما المطلوب إذن؟ شعوبنا لا ليس لنا أي حل آخر. انسى المجتمعات الدولية وانسى نحن، المجتمع العربي يجب أن نتحرك. الضغط كما هم يضغطون نحن نضغط على حكامنا، لأنه لو لم يتحرك العرب يا أخي صالح. المثير الحقيقة للاشمئزاز وحتى للأساء أن المظاهرات في تل أبيب أكثر من المظاهرات في الدول العربية، لاحظ. وهذا الكيان، هذا الكيان في عز العدوان والمتظاهرين في داخله أكثر من دول العربية اللي هي مستقرة والمفروض الناس تتظاهر دعما لإخوانهم في غزة، للأسف. تفضل. لأنه الجبن أخي صالح، نحن شعوب جبانة صراحة، يعني مع احترام للبعض نحن شعوب لا نتحرك يا أخي صالح. أنا مثلا بقول لك، أنا أعيش هنا في مدينة اسمها لاس فيغاس، يعني أنت عارفها، مدينة ملاهي وفساد. الناس هنا، الناس يخرجون، أمريكان يخرجون يغلقون الساحات في فيغاس، يعني وتخرج بالآلاف الناس، ولا يعني تضييق البوليس، في تضييق من البوليس صح،
ولكن الناس يخرجون. احنا في الدول العربيه حالة الوعي، ما دمت تشير الى لاس فيغاس يا سعيد، حالة الوعي نعم. تراها منتشرة في كل الولايات الأمريكية الآن؟ نعم نعم. وأنا أتكلم أخي صالح، أنا أشتغل مع يعني مع العموم يعني فأتكلم مع الناس، الوعي تغير وخاصة مع الفئات العمرية الأقل من 40 سنة. من 40 سنة فما أقل. ماذا يقولون بالضبط؟ ماذا يقولون في حديثي؟ صالح كلهم يقولون، كل الأكثر يقولون كنا في غيبوبة، كنا يعني بالميديا هذه اللي عاملة عليهم الضغط كنا مغيبين لا نعرف الحقائق. هم لا يعرفون أصل يا أخي صالح، صدقني أكثر الناس هنا في أمريكا لا يعرفون أن إسرائيل هي المحتلة، ويفهمون أنه كأنه فلسطين هي اللي أتت بعد إسرائيل، ما يعرفون. الناس الآن أصبحت، هذا 7 أكتوبر غير مفاهيم العالم، ولكن يا أخي صالح هذه دماء تسيل كل يوم. ألا يعني ألا ننتصر؟ ألا نقول كلمة حق؟ يعني سبحان الله، من المحيط إلى الخليج لا يتحرك شعب. أنت تقول هذا 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 هو المطروح يعني. الحقيقة على الشعوب العربية والإسلامية أن لا يعني تنام، وألا الحقيقة أن تقف متفرجة. بحت أصوات الناس وهي تدعو للتظاهر والاعتصام في الساحات وعدم العودة إلى البيوت، ولكن الشعوب الحقيقة القليل منها استجاب للأسف. سعيد من أمريكا أشكرك على كل حال، شكرا جزيلا لك. علاء الدين من أمريكا أيضا. خير أستاذ صالح. أنا يا أهلا بك. فريق العمل والإخوة والأخوات المشاهدين، خلينا نصوب البوصلة. المشكلة مع النظام الأمريكي، هذا بايدن عميد الإرهابيين. نعم هو عميد الإرهابيين في العالم، هو المؤسسة البيت الأبيض والكابيتال الكونغرس والسنت. الشاب فيهم عمره 70 سنة. لاحظ بالله يا علاء الدين، أنت تقول لرئيس دولة أنت تعيش بداخلها عميد الإرهابيين، ومواطن في الجزائر أو في السعودية لا يستطيع أن يتظاهر رغم أنه لا يقول شيئا في نظامه. لاحظ الفرق، أراه شيء مقزز بالفعل، شيء مقزز. نعم تفضل. نعم سيدي، أنا لأنه هو بيعرف، هو والمؤسسة تبعته، أني لا أكذب، لأنه المشكلة مش إسرائيل. إسرائيل هاي لا شيء، هاي دمى هم صنعوها، كل الأسلحة والضوء الأخضر ليفعلوا ما يريدونه من مؤسسة البيت الأبيض والكونغرس والسنت. وإن شاء الله، على فكرة في رسالة من صديقي الصحفي اللي أتحفظ عن ذكر اسمه، بقول لك يا أستاذ صالح شد، عندك ساعتين، شد على تعليمهم الديمقراطية والتغيير قادم. شفتوا يا إخوان اللي قاعدين بتظاهروا بالآلاف في الجامعات الأمريكية، هدول أعطيهم 10-15 سنة سيكونون صانع القرار. صحيح، يعني يرتعدون خوفا، الختيارية في الولايات المتحدة والصهاينة معهم يرتعدون خوفا من الجيل الجديد. لأن بالزمانات أنا كنت أتمنى وأركز، يا أخوان بدنا قناة عربية تحكي باللغة الإنجليزية زي الجزيرة أمريكا اللي تسكرت عشان تفهم الناس، لكن الحمد لله التيك توك فضح النظام الإرهابي الأمريكي في العالم. شكرا لك. لأنه بايدن ما زالت تقطر دماء أطفال غزة من يديه، هو والسنت، سواء الكونغرس والسنت، وكل داعمي هذا الاحتلال المجرم. شكرا لك علاء الدين من أمريكا. موسى نصر من الأردن يقول إسرائيل بارعة في قتل المدنيين بعد أن عجزت في تسجيل أي انتصار، والذي يدمي القلوب أن المنبطحين العرب والغير مهتمين ليس لديهم سلاح سوى الشجب والاستنكار كما يقول. عبد العظيم من الأردن أيضا يقول قرار محكمة العدل الدولية ملزم، وإسرائيل تلتزم بالقرار، لن تلتزم بالقرار ولن توقف القتل في رفح وغزة والنصر للمقاومة، المجازر المستمرة في قطاع غزة، والأمس مجزرة في رفح، وأمريكا ما زالت ترسل الأسلحة للمحتل وهي شريكة في هذه المجازر. مريم عفانة من الأردن تقول أيها الحاكم أو أيها الحكام العرب، إلى متى هذا الصمت المخزي؟ ماذا تنتظرون بعد كل هذه المجازر والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني؟ نريد منكم موقف مشرف أكثر من الشجب والتنديد، تحركوا قبل فوات الأوان، والله لن يسامحكم التاريخ. والله يتضورون ويتسولون
جلسة مع الرئيس الفرنسي وجلسة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 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 بروكسل، وهم يبحثون عن عون وسند. أنا لا أدري العرب ليش يروحوا على الأوروبيين يدوروا في الدعم. يا أخي أنتم أمة عظيمة عندها جيوش وعندها أموال وعندها ممرات مائية وعندها شعوب مستعدة تأكل الزلط كما يقول المصري والمشرقي. شعوبكم أطلقوا لها اليد، سترون الإبداعات الإبداعات. ليش تروح تتسول أنت من أوروبا؟ ليش وتروح للأمريكي من شأن الله أوقف الحرب؟ أنت عاجز، ما عندك حيلة، عندك أمة عندها مقومات، حركها المقومات. يا أخي جهل في هذا، هؤلاء الزعماء جهل مستحكم. والله عندكم كل إمكانيات القوة، فعل السلاح بيدك. ليش تجلس مع زيد وعمر ويعني ويتكرم عليك الرئيس ماكرون حتى ربما يلاطفك بكلمة؟ ماذا ستأخذ منه في النهاية؟ الله أكبر عليك زعمات. والله مشكلة العالم العربي أن هؤلاء الزعماء غير مختارين من شعوبهم. أس المشكل، ونعود دائما للديمقراطية. وتخيل معي أيها المواطن للمرة المليون نكررها، لو كانت أنظمتك ديمقراطية من موريتانيا للعراق كيف كان يكون حال المعركة الآن؟ أقلها أقلها كانت هناك حرية تحرك للشعوب من موريتانيا ومن العراق إلى فلسطين. من حقك تتحرك، والاتهامات التي كانت تكيلها لنا أمريكا بأنه إذا تحركت من بلد إلى بلد هذا إرهاب، هذا نفاق ودجل. هي تريد أن تقسمنا، لأنه لو تحركنا بالنسبة لها هذا خطر على مصالحها. يا من ليبيا. السلام عليكم، مساء الخير. يا أهلا بك. الله يرحم الشهداء. وطبعاً القصف هذا كانت ردة فعل من الضرب القاسي اللي تلقاها الصهاينة. يعني المحتل هذا حربهم مصيرية. يعني إحنا تو واقفين يقول لك ممكن يوقفوا الحرب وكذا، لكن هذه حربهم مصيرية وما عندهمش خيار تاني. طبعاً الغرب زي ما تفضلتوا إنهم قاموا بالواجب من ناحية الضغط والمظاهرات وإلى آخره، ولكن المنطقة العربية هي الخط الفاصل اللي نشوف فيه. لو تتحرك المنطقة العربية حتغير شيء واجد. طبعا لأنهم أهل الضحية يا أخي، أهل الضحية إلى إلى لم يصنعوا الفارق. فهل يتصورون من الجيران البعيدين أن يأتوا لنجدته؟ بالمنطق يا رجل، بالمنطق يا أخوي صالح. طبعا الأنظمة مصيرها مربوط بالمحتل، لأن متورطين هم مع شعوبهم. تو أبو عبيدة الله يحفظه حتى خطاباته كلها يوجه في رسالته إلى أحرار العالم، لما يتكلم على أحرار يعني لازم الشعوب الحرة تستغلوا، يعني يستغلوا اللحظة هذه والبطولات اللي قاموا بها الرجال في تغيير وقعهم. يعني انت لازم احنا نعيد حساباتنا ونحاول ونصلح ونضغط على الحكومات بكل الاساليب. يعني يعني ولو اضطر الامر حتى لتغيير قيادات، الضغط الضغط هو اللي يغير. لكن الشعب ساكت، الشعوب ساكته، يعني الحكام ماذا بها ماذا بهم يقعدوا يستمروا في غيهم. يعني شكرا لك يا لكن من. الواجب علينا ان احنا نتحركوا بصراحه. يعني شكرا لك يا من ليبيا، اشكرك. شكرا لك. الحاج يوسف من المغرب يقول تكرر محرقه اصحاب الاخدود، تتكرر في رفح، وسياتي يوم تسقط فيه النقاط عن الحروف كما يقول الحاج يوسف. هو الـ يعني المعنى وضع النقاط على الحروف هو 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 الصحيح، وليس سقوط النقاط على الحروف. يعني المعنى الذي استخدمته ربما في غير محله يا حاج. غزة العزة فضحت نفاق الغرب. الديمقراطية والحقوق الإنسان المزعومة الكاذبة في الغرب، يقول عبد الكريم من طنجة. على كل حال الغرب يستمتع بديمقراطيته في حدوده، ولكن خارج حدوده كما قلنا دائما مصالحه القومية ومآربه الأخرى هي ديدنه. نأخذ مشارك. ليلى مساء الخير. مساء النور. يا أهلا بك، تفضلي. الحمد لله. أنا ما غنعرفش نتكلم بتشي لهجة أخرى باش نقدر نوصل المساج ديالي. غنتكلم باللهجة المغربية. أنا هذا المنبر هو منبركم بأي لهجة أو لغة تشاؤون، تفضلي كما تشاء.
فعلا انا قلبي الان يرجف وحق الله العظيم حتى القلب ديالي يرجف. حنا اولا حنا بريئين من التطبيع كمغاربه، وبريئين من 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 كاع هذا التواطؤ والخذلان العربي تجاه الاخوه الفلسطينيين. اليوم كيف ما كنشوفوا اطفال رؤوس مقطوعه اجساد محروقه، حسبي الله ونعم الوكيل. والشيء المقزز حنا كعرب ساكتين وهما كدول غربيه داوين وتيديروا مظاهرات، لا حول ولا قوه الا بالله. انا بالنسبه لي نبقى هذا الصمت، نبقى هذا الصمت العربي وهذا الخذلان العربي، تقوم حرب عالمية ثالثة وتحنا نتشاركوا معهم في هذه المأساة، إما نصر وعزة وإما شهادة في سبيل الله. فعلا ما بقاش عندي الهضرة اللي غادي نقولها باش نزيد نعبر. شكرا لك. نقولوا تبلونطيت، ما بقاش عندي مازال كلمات. أشكرك، عبرتي وزيادة. ليلى من المغرب، شكرا جزيلا لك، وأنا على ثقة بأن كل سيدات العرب والمسلمات من المحيط إلى الخليج يشاركنك هذه المشاعر الحقيقة، لأنه هذا الذي يجري فاق كل تحمل، فاق كل تحمل. عيب أنه يستمر الصمت العربي الرسمي بعد هذه المجازر اللي آخرها مجزرة رفح البارحة. يعني معقولة كيان تافه، كيان تافه يصب حمامه على أخوانكم في مخيم للنازحين، وانتم بجلابيبكم وبملابسكم لا أدري كيف أشكال وألوان، وعاملين اللي فيها رؤساء وزعماء وملوك وأولياء عهد. والله لا خير فيكم جميعا إن لم تتخذوا قرارا مهما، والله لا خير فيكم إن لم تتخذوا خطوة وموقف يليق بهذا التحدي من أولكم إلى آخركم. عيب وعار والله، كيان تافه اتمرد على أمة بأسرها، ورايحين نحن العرب نتسول الدعم من الشرق والغرب ليه؟ ونحن أمة فيها رجال، يعني فقط تعطيهم الفرصة. لكن المهزلة أنه أغلب هذه الأنظمة تمنع حتى التظاهر. عندما تمنع شعبك من التظاهر لأجل غزة ولأجل فلسطين تصبح منافق وكاذب، أنك تذهب إلى الشرق والغرب تطلب العون. أطلب العون أولا من شعبك إذا أنت صادق أيها الزعيم العربي، إذا أنت صادق أطلب العون من شعبك، سترى شعبك كيف يلتف حولك ويحميك ويحمي فلسطين. لكن انت تقمع شعبك ورايح تتوسل للغرب والشرق تعالوا عاونونا بالله وقفوا الحرب، تصبح منافق وكاذب في عرف كل الشعوب العربية. ولا وهذا ليس كلامي طبعا، اسألوا شعوبكم ستجدون الإجابة. على كل حال، عبد المؤمن يقول الشعوب هي الوحيدة التي يمكن أن تقف في وجه هذا الطغيان الصهيوني أمريكي، وخاصة تلك التي قادتها يدعمون الكيان الزائل مثل الشعب الإماراتي والسعودي والأردني. سنعود طبعا لعرض المزيد من المشاركات على الواتساب واستقبال مداخلاتكم، لكن نتوقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري، فلا تذهبوا بعيدا. نبدأ ككل يوم من غزة مجزرة مروعة جديدة كما كنا نتابع الآن. الاحتلال يقصف مركزا للنازحين غربي مدينة رفح موقعا ما يربو عن 50 شهيد على الأقل، وما زلنا لم نتابع ولم نسمع موقف عربي حقيقة يشفي صدور المكلومين في غزة وفي الأمة للأسف. إلى الخبر التالي، وزارة الصحة تتحدث عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 36,050 شهيد، إضافة إلى 81,026 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. من يوقف هذا الإجرام الصهيوني وهذه النازية؟ النازية ذهب لها الأوروبيون إلى عقر دارها وأوقعوها هناك ودمرت برلين. الآن العرب أمامكم نازية جديدة، نازية تل أبيب. من حقكم، قانون الدولي يسمح لكم أن تدافعوا عن أنفسكم وعن إخوانكم. ما تقول لي الغرب كان عنده حق الدبابة البريطانية تنتقل من هنا إلى برلين وإنت ما عندك حق حتى تقف على معبر رفح. وين؟ من أعطى هذا الحق؟ نعم، كان من حق أوروبا أن تهزم النازية وأن تأتيها إلى عقر دارها، ومن حق العرب أيضا أن يقفوا ضد هذا الكيان المجرم بكل ما أوتوا من قوة. إلى القدس.
المستوطنون مستمرون في إرهابهم أيها السادة، اقتحام الأقصى وتحطيم محال في نابلس، وانتم أيها العرب أعلى ما في خيلكم اركبوه. لاحظ، شرذمة من المستوطنين يدنسون أقصاكم يوميا وانتم لا حس ولا خبر. شوف المحتل ماذا يعد تجاه لبنان. الخبر التالي، استعدادات عدوانية، جيش الاحتلال يجري تدريبات تحاكي القتال في عمق لبنان، وعلى حزب الله نصيحة بالمجان، استعد فهذا الإجرام هذا عش الدبابير في تل أبيب لن يترك المسألة هكذا دون يبدو حسم شامل. المعركة مع هذا المحتل القادمة، المعركة الشاملة قادمة وتبدو قريبة جدا، أقرب حتى مما يتوقع الجميع. أجرى جيش الاحتلال في الأسابيع الأخيرة تدريبات تحاكي حربا على لبنان في وقت تشهد فيه الحدود بين فلسطين التاريخية ولبنان تصعيدا واستهدافات متبادلة يومية. نختم بهذا الخبر الأخير من باب وغينيا الجديدة، أكثر من 2000 شخص دفنوا أحياء جراء انهيار أرضي. أعلنت باب وغينيا الجديدة أن أكثر من 2000 شخص دفنوا جراء انزلاق التربة الذي طمر قرية نائية، وذلك في رسالة إلى الأمم المتحدة. وقال المركز الوطني لمواجهة الكوارث لمكتب الأمم المتحدة في بور موريسبي إن انزلاق التربة دفن أكثر من 2000 شخص أحياء وتسبب في دمار كبير. بعد الفاصل إذن سنتناول الليلة مصر. شهيد مصري على حدود المحروسة في إطلاق نار صهيوني، وتحديدا عند معبر رفح. ما هي التداعيات وكيف سيتصرف النظام المصري والشعب المصري عقب هذه الجريمة؟ نعود لهذا السؤال بعد قليل.